احتفل صياد الإماراتي عيد سليمان بصيده ثلاث أسماك قرش ضخمة من نوع ثورة على بعد حوالي 75 كيلومترا قبالة ساحل الفجيرة. أحد هذه الأسماك تزن حوالي 350 كيلوغرام ويبلغ طولها 3 أمتار. ساعده على إخراج القرش من الماء قاربان آخران وطاقم مكون من 10 أفراد في عملية استغرقت أكثر من ساعتين.